أعزائي المشاهدين، أخيراً رجعنا اليوم بحلقة جديدة من أغرب منتجات أمازون. قبل شهر تقريباً يا جماعة الخير دخلت أمازون، قعدت أتصفح المنتجات اللي موجودة عليه. في منتجات كثير على التطبيق ممتازة ومفيدة، طلعتها قلت والله المنتج هذا ممكن يفيدني بحياتي، وعلشان كذا ما راح اطلبه. نعم، اللي راح تشوفونه بحلقة اليوم يا اخوان راح تشوفوني اطلب منتجات ما منها فايدة، منتج ما ادري ليش مصنعينه وحاطينه على موقعهم ويبيعونه وفي ناس من جد يشترونه. راح اطلب هذه المنتجات بالتحديد واشوف هل من جد المنتجات هذه الناس اللي قاعدين يشترونها قاعدين يستفيدون منها، ولا المنتجات هذه ما منها اي فايدة. المنتج الاول يا جماعه الخير باذن الله راح يفيد الجميع، زي ما انتم شايفين انا لابس نظاره. بس ايش النظاره السخيفه والممله اللي لابسها هذه يا ابو عابد؟ النظارات الجديده تجي بهذا الشكل زي ما انتم شايفين يا اخوان. هذه نظاره، ولكن زي ما انتم شايفين في وراها زي الانبوب. الانبوب هذا ايش فكرته؟ يقول لك الانبوب هذا تحطه في مشروبك وتشربه وانت شكلك كول، يعني تكشخ وانت تشرب عصير. صح انه يمديك يعني تلبس نظارتك وتشرب مشروبك زي كذا، طبيعي الموضوع ما راح ياثر، ولكن الكلام هذا في الماضي، احنا في 2022 يا جماعه الخير. البس نظارتك واشرب مشروبك وعيش يا حبيبي. اللي استغربنا يا اخوان ان المنتج عليه تقييم عالي، في 301 شخص قيم هذا المنتج واعطوه 4.5 نجوم، باقي نص نجمه بس يصير فل، يعني واضح ان الناس عاجبهم المنتج هذا. احنا ليش نحكم يا اخوان؟ راح نطلب هذا المنتج، قيمته 5 دولار، الشحن 13 دولار، الشحن اغلى من المنتج. بس انيويز راح نطلب هذا المنتج وراح نجربه مع بعض. ليتس جو. اوكي، قبل ما نشوف منتجنا الاول حابين نشكر انفيديا لرعايتهم لهذا الفيديو. لو كنت محتار اي جهاز تشتري سواء كان لابتوب ولا جهاز محمول قبل تبدا الدراسه، خليني اعطيك نصيحه بشكل سريع. لو كنت طالب او جيمر ضروري يكون عندك جهاز قوي يشمل تقنيه الجي 4 ار تي اكس. الجهاز هذا راح يساعدك كثير على التعليم الالكتروني، على سبيل المثال زي برنامج انفيديا برودكاست اللي راح يبعد عنك الضوضاء في الخلفيه ويوفر لك بيئه هادئه جدا وانت قاعد تدرس عن بعد في الفصول الافتراضيه. وباستخدام الذكاء الاصطناعي راح تحصل على مساعدة في تطبيقات العلوم والرياضيات والهندسة، وبكذا راح تقدر تنجز مهامك بشكل أسرع. أما من ناحية الألعاب فراح تحصل على أعلى أو أفضل جودة ممكن باستخدام تقنية DLSS، وبرضه راح يكون عندك أداء عالي ورهيب بالنسبة لل FPS. وميزة الجهاز إنه محمول، يمديك تشيله معك أي مكان، وبالتالي ما يحتاج يكون عندك PC ثابت في مكان معين. معلومات أكثر إخوان راح أترك لكم إياها تحت في صندوق الوصف، شيكوا عليها. شكرا فيديا رعايتكم لهذا الفيديو. خلونا الآن نشوف المنتج الأول. دايم، شو رأيكم يا إخوان في اللعب المكان؟ بدأ حضرة تقييم كل الزاوية والأجواء اللي مسويها. 2/10. طيب المنتج الأول، أحترمك طبعا عشانك مصور بس. أول إخوان كنت أشرب قهوة، كنت هطف مسكين أشرب قهوة زي كذا. بس نات أني مور إخوان، لأن منتجنا وصل. هذا المنتج اخوان راح يسوي ثوره في البشريه باذن الله. طبعا راح يغير، راح يطور، وان شاء الله راح يستخدم باذن الله. انا واثق ثقه كامله ان كلنا راح نستخدمه. طبعا بداح اخوان ما يدري ايش المنتج هذا، هذاك نظاره عاديه. طبعا زي ما انتم شايفين اخوان تعبانين على الباكجينج، حاطين لك هذه على طول داخل الكيس وخذها، ما في لا صندوق لا تغليف ولا شيء، كذا كاني طالع شريها من بقاله. انتم الان قاعدين تشهدون على تغيير عصير راح يزير بالكون، صدقوني ربي مخرج. اوكي يا اخوان، الان ناخذ النظاره بنوصل هذه القطعه بالقطعه اللي هنا بالشكل هذا، وناخذ الوصله الثانيه يا اخوان وبرضه ايش نوصلها بنفس الطريقه. شوفوا يا اخوان، الان صار عندنا زي ما انتم شايفين مكانين. اوكي طبعا يا اخوان، قبل الاستخدام اهم نقطه لازم تسويها انك ايش تغسل الشهاده. اوكي اخوان، باك بعد ما نظفناها. الان يا اخوان كل اللي عليك انك ايش تلبس النظاره وهلا بالكشخه يا حبيبي. زي ما انتم شايفين طبعا النظاره صغيره شوي على وجهي، بس معلش تمشي الحال ان شاء الله. تاخذ المزاز الاول، تاخذ المزاز الثاني وتحطه هنا بالطريقه هذه يا اخوان، راح تكون كاشخ. ايش تشرب قهوه؟ تطور هنا قاعد يصير، لا تضحك. بسم الله يا اخوان جرب. ما وصل شيء. ها الو، ننتقل لفقرة التقييم. لو اي احد سالني ايش تقييمك للمنتج هذا عبد الله، الله يستر. المنتج هذا هو بكل جدارة راح ياخذ من 10 سالب 10 لزقرت. شكرا شكرا. رب الكعبة، من ازبل المنتجات اللي قد اشتريتها بحياتي والله العظيم. سيء سيء بشكل مو طبيعي. المنتج اللي عندنا الان يا جماعة الخير هو منتج عبارة عن وجيه. يب، لا لا سمعتني صح، راح نشتري وجه. ما تصدقني صح؟ شوف وياي زي ما انتم شايفين يا اخوان، هذه الوجيه الغريبة يمديك تطلبها ويقولون انها يعني تساعد على انها تخفف التوتر. عندكم 4 اشكال، 1 2 3 4، اشكالها غريبة واحس انها تضحك، فراح نطلب هذا المنتج الغريب، بنشوف هل يساعد على التخلص من التوتر ولا لا. قيمة المنتج طبعا زي ما انتم شايفين يا اخوان 25 دولار دون الشحن.
الواحد اليومين هذه صار لو يبغى يبعد عن التوتر يدفع $25 في اي زمن انه كبرت ام الموضوع. المهم خلونا نطلب هذا المنتج ونجربه مع بعض. اوكي يا اخوان المنتج الثاني وصل، بس يعني قبل ما اوريكم المنتج ابيكم تقولون ما شاء الله تبارك الله على تغليف هذا المنتج، تعبوا كثير بتغليفه وطلع معانا بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. ما شاء الله تبارك الله، مرتب فخم انيق، ابدا ابدا المندوب ما رمى داخل الصندوق اول ما جابه نهائيا، شاله بكل احترام وكل رقه ووصل لنا ما في اي طعجه ولا في اي حاجه، الحمد لله لك يا رب. ما ادري يا اخوان ايش قصتهم مع الصناديق، بس كلها جايتني يعني يا يعني ما يكون فيها شيء ولا اي صندوق يحتويها، يعني فيها صندوق مكسر ليش. المهم يا اخوان خليني اعرفكم على اخويا. السلام عليكم، منورين. يا هلا ويا مرحبا. طبعا بكره بدأ حملات تسهل. ايش هذه الاشياء؟ زي ما انت شايف وات ربي ملمسهم غريب يا عيال. ابو منصور معلق يا ابو منصور دقيقه وات ربي كعبه غريبه يا عيال. وات از ذس؟ شوف كيف يهو ايش هذا الشيء. على العموم هذا يا اخوان ابو منصور، خليني اوريكم ابو العنود. ابو العنود يلا حي عاد ابو العنود، مو واصل منه مسحين منه عشان كذا زي ما تشوفون قاعد يتثاوب ابو العنود. ورب الكعبه يا اخوان، ودي يعني في تقنيه تخليكم تحسون انا يعني ايش ماسك، انه شيء غريب والاغرب انه ما ينقطع، يعني مهما تسوي فيه ما ينقطع، فاهمين؟ شوف كيف وربي شيء جدا غريب. What is this؟ طبعا هذا يا اخوان ابو جابر. ابو جابر برضه مواصل مع ابو العنود، كلهم قاعدين يتثوبون. اوكي هذه الشخصيه الثالثه، ربي شيء جدا غريب والله، غريبين بشكل مو طبيعي. اوه حي ابو مريوم. هذا ابو مريوم. هذا ابو مريوم يا اخوان. ابو مريوم ما يحب يسولف عشان كذا ساكت وزعلان بنفس الوقت، ليش الله اعلم بصراحه، بس بنستفسر من منصور والشباب ان شاء الله بعد شوي. والله يا عيال هذا واحد من اغبى او خلينا نقول اغرب الاشياء اللي ضربتها من سلسله اغرب منتجات امازون. تقييم هذا المنتج 7/10، ما ادري ايش نقصته 3 بس ربي جامدين. 7/10، اعطوني رايكم انتم بالمنتج هذا، خلونا نشوف المنتج اللي بعده. اوكي اخوان وصلنا للمنتج الثالث. تعرفون لما تروحون عند اي محل تجاري كذا توه فاتح تلقون فيه الالات هذه اللي تقعد ترقص كذا برا. هذا الشيء يا اخوان يسوي نفس الشيء، يعني هذا جهاز بس مصغر. يمديك تجيبه وتسوي الاحتفالية الافتتاح الخاصة فيك، حرفيا من اغرب الاشياء اللي حصلتها على الموقع وما ادري ليش الناس يطلبونها، بس راح اطلب هذا الشيء وشوف مع بعض اذا كان جامد ولا لا. والله مخرج يا ودان. اوكي يا اخوان هذا المنتج يعني ما ادري يعني والله ما ادري ليش جبته، بس حاس انه بيكون شكله رهيب في النهاية. حاس طبعا يا اخوان الحمد لله زي ما انتم شايفين يعني فتحنا زاوية جديدة للتصوير، فلازم نحتفل ونعلم باقي الزوايا ان احنا يعني فتحنا زاوية جديدة، فاهمين؟ علشان كذا هذا المنتج موجود ويانا اليوم. طبعا متحمس جدا لما نشغل هذا المنتج، اتمنى يكون يعني زي اللي ببالي وزي الالات هذه اللي نشوفها عند اي محل جديد ينفتح. بسم الله يا جماعة الخير، هنا نلبسها. اوكي المفروض تطلع زي كذا. اوكي اخوان الجهاز جاهز. لحظة الحقيقة عندي زر احمر هنا، بس اضغطه شي هذا يشتغل. قول بسم الله. افتتاح زاوية التصوير الجديدة. Let's get it. يس احلى منتج بحلقة اليوم من الاله. Let's get it. وربي منتج الحمد لله. الف حمد وشكر لك يا رب. هذه المناسبة حاب اشكر اهلي، اشكركم، اشكر كل من دعمني على افتتاح زاوية التصوير هذه. الحمد لله الاحتفالات زي ما انتم شايفين ما زالت مستمرة. احس رقصة تصلح انها تركب عليها اي اغنية، صح؟ على سبيل المثال نسوي سويتش نركب عليه اغنية ثانية. Let's get it. زي ما انتم شايفين اي شيء يمديه يركب عليه مضبوط. على العموم منتج جدا رهيب، تقييمي له وبكل جدارة 10/10. Let's get it. 10/10 زي ما انتم شايفين الفرحة واضحة عليه، جال ما وقف رقص ولا راح يوقف، وانا اتمنى صوته واضح لان صوت الهواء او المكيف هذا عالي جدا. بس anyways هذا كان منتجنا الثالث، خلينا نروح لمنتجنا الاخير في حلقة اليوم. وصلنا يا اخوان لاخر منتج معنا بحلقة اليوم، هو اكثر منتج متحمس له للامانة. يقول لك هايبر ويسل ذا اوريجينال وورز لاودست ويسل اب تو 142 ديسيبل لاود. الصفارة هذه يا اخوان تعتبر اعلى صوت صفارة في العالم.
متصورين في العالم. شكل الصفارة زي ما انتم شايفين اخوان صغير، سعرها 14 دولار و95 سنت. يعني لما نقارن السعر بانها اعلى صفارة صوت بالعالم تقول مو معقول، فاهمين؟ الصفارة زي ما انتم شايفين صغيرة، وهذا قاعد يستخدمها على البحر الرجال زي ما انتم شايفين مبسوط. الرجال هنا قاعد يسوي عليها بعض الاختبارات ويقيس صوتها وقد ايش ارتفاعه، لا مو قد ايش ارتفاعه، هي صفارة ما هو برج ابو رياض، قصدي يقيس قد ايش صوتها عالي. زي ما انتم شايفين يقول لك توصل ل 2 مايل رينج. راح نطلب الصفارة هذه يا اخواننا الان ونسوي فيها عدة تجارب ونشوف هل من جد الصفارة هذه هي اعلى صفارة صوتا بالعالم ولا لا. المنتج اخوان عندي حاليا، بس للأمانة احس سخيف الموضوع بيكون لو اجرب انا الحالي وياكم، علشان كذا جبنا متطوع راح يختبر المنتج هذا وياي. راح مو معي عبد الرحمن يا جماعة الخير. كيف الحال؟ ها ايوه لا 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 آه. واحدة ثلاث طلع برا طلع برا. فاجئني يا ابو رياض، ابو لحم ما يدري عن المنتج اي شيء. بسألك سؤال وحاول من خلال هذا السؤال تعرف ايش المنتج. حلوين يعني حاس انه تحس انك ببرنامج حروف اولو فجأة. انا حسيت مقلب الا لحظة شوي. لا لا والله ما هو مقلب او ممكن لا والله ما هو مقلب. الشيء اللي معاي يستخدم في الانذارات ويستخدم عند الشرطة ويستخدم في الغابات ويستخدم في الحروب عند الجيش. واو اوكي نايس. والشيء هذا اللي معاي يشتغل تحت اي ظرف، حتى تحت المويه يشتغل. ايش تتوقع المنتج تحت المويه في الحرب؟ خلاص قنبله صوتيه. بجيب لك قنبله فين يا عمي؟ انت قلت لي حرب علقت في السيستم حقي كله. الزبده من الاخير الجهاز اللي معاي هو هذا الشيء. ما عرفت ايش هذا صح ولا بيعرف. حلو انت قلتوه. ايش هذا؟ هذه رسميا اعلى صفاره صوتا بالعالم. واو هاي الصفاره الحين ابو داحم مكتوب انها توصل 2 مايلز. واو في الغابه انت بعيد ما ادري وينك اصفر تصير واحده تجيني 2 مايلز يعني تلحق حتى امينيم؟ لا علشان امينيم عنده فيلم اسمه 8 مايلز. شباب اللي عنده متطوعين يصورون وياي انا ما جربت المنتج، بجرب انا لاول مره بس يعني شوف بقول لك شيء. المنتج تدري ايش جاوي وياه؟ والشيء هذا بيصدمكم يا اخوان. حقه المنتج جاوي وياه شيء يغطي الاذن. واو سدادات اذن جات مع هذا المنتج. بس احنا راح نستخدمه ان شاء الله بدون سدادات. لا هو سيفتي يعني المفروض انه تكون سداده يعني مو شرط. اذا كنت رجل ما 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 فيها رجوله هذه. هذه فيها فقد الاحاسه. والله ما اعرف كيف صوتها. بسم الله. ثري لا فك فك والله لا طبعاً انا نفسك بعيش نفس التجربه. يلا اوكي روح حاس ودي اضربك. مدري يسو ايش فيه وش بعد يا اخوان شفتوا يحرض على العنف. خلاص انه صوته يعني توقع جاري السابع بيجي يقطع عندي. هي صوت انت يعني بشوي شوي صح؟ اي طبعا اوكي بسم الله. لا لا عيد عيد ما عيد يا ورد ليكون غشوني. لا لا لحظه لحظه ما غشوك ما غشوك. في شيء زي السويتش زفت تحركه شيء ما في ولا شيء بس كذا. جرب جرب روح بعيد شوف تسمعني. يلا اوكي روح شوف الحين هذه التجربه يا اخوان. شوف ابو داحم اذا بيجي ولا لا. ابو داحم هلا. اوه بعيد بعيد مره دقيقه. اوكي يا جماعه الخير بدرب المنتج الان مع ابو عادل. هلا ابو عادل. يا مرحبا. تذكر ابو عادل يا اخوان؟ الله ايام 7 8 9 10 سنين ها 10 سنوات اعرف هذا الرجل يا اخوان وللاسف من اسوء العشر سنوات. اوكي ابوك ابو عادل تغمض عينك وما تفتحها. يلا بسم الله بالله من جد ثنتين صح؟ لا يعني بقول غمض عينك بتخلي واحده مفتوحه وواحده مغمضه. يا جماعه الخير زي ما انتم شايفين هذه معي نسوي تجربه الان لايف لاول مره. يا مزعج ابغى اعرفك يا ابو عادل على اعلى صفاره صوتا بالعالم. الهدف كان انك بس تزعجنا. لا مو ازعجك الهدف كان اشوف هل بتخاف ولا ما بتخاف. عسى خفت انا جاي. لا لا ما خفت. هلا والله يا ابو داحم كيف الحال؟ بودكاست عندنا بنسوي ان شاء الله. شو ذا؟ شوف هنا خليك نطالع هناك لمده 5 ثواني. واحد مثل انك خفت. مره ثانيه واحد لا دقيقه لان انا راسي بينفجر الحين ايش تبي ليش؟ ليه مزعج لهالدرجه؟ اشوف واحد يجي صراحه. ابو بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك؟ هند ياسر. العمر؟ 24. الهوايات المفضلة اللي عندك؟ سباحة، رماية، ركوب الخيل. تدري ايش هوايتي المفضلة؟ ما هي؟ التصفير. حلو، ضربنا. بسم الله عليك، خفت؟ لا. يعطيك العافية. روح انقذ العالم. اوكي الى هنا يا اخوان وصلنا لنهايه الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. اكتبوا لي بالكومنتات ايش اكثر منتج ما منه فايده كان موجود بحلقه اليوم. انا احس اكثر شيء كان ما له فايده بفيديو اليوم هو وجود ابو داحم وراي. ايوه داحم
المهم يا اخوان ابو داحم على فكره ترى رجع لليوتيوب، رابط قناه تحصلونه تحت بالديسكربشن. اوكي يا اخوان خشوا قناته كلكم، شوفوا الفيديوهات اللي هو منزلها. هذا كان احد فيديونا اليوم، شكرا لكم على المشاهده، نشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. كمك عبد الله، يلا كلنا ليك تبزع التوب حسدوا فيك نهار وليل جوي الفليك شارع وبيت ظبط الكيف يا بتكلم بالجينز انا مش شايف غير اسمع ترين سامع وعارف ان احنا كينجز واللي متضايق دقير مالي